نعم، هناك انزعاج كبير من الإدارة الأمريكية تجاه فرنسا، لأن فرنسا والدول الأوروبية رفضت العقوبات أصلا، تجديد العقوبات الأمريكية على إيران، وحاولت الالتفاف عليها، وحاولت إقناع الولايات المتحدة بأن طريقة التعامل مع طهران تكون عبر المساومة. العقوبات الأمريكية والإيراني كان مطلوبا بالعقوبات الأمريكية، إذا فرنسا قامت بالمساومة من جيب الولايات المتحدة. أين الدبلوماسية التي تحدث عنها الفرنسيون؟ هذا هو الموقف الأمريكي، أن فرنسا قامت بتسليم الإيراني إلى إيران بدلا من تسليمه إلى الولايات المتحدة. طبعا فرنسا ليست الحليف الأول للولايات المتحدة التي يعني تعاني أو التي لديها من يقومون باختراق العقوبات على إيران. مثلا حليف أخرى للولايات المتحدة تركيا، لديها المدعو رضا براب الذي قام باختراق العقوبات وقبضت عليه، تم اعتقاله ومحاكمته عند وصوله إلى ولاية فلوريدا الأمريكية. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إقناع الولايات المتحدة بالعفو عنه وإفلاته، ولكن حتى الساعة لم توافق المحاكم الأمريكية على هذا الموضوع. إذا هناك حلفاء أيضا، ولكن فرنسا تصرفت بطريقة مخالفة. يعني الناطقة باسم الخارجية الأمريكية وفي بيانها عن قضية أن فرنسا لم تفي بالتزاماتها، إذا كان هناك التزام من المفترض أن تفي به فرنسا ولا تقوم بتسليم هذا الإيراني إلى إيران بشكل مباشر. هل فرنسا تريد اللعب بطاولة أخرى بعيدا عن طاولة مجتمعة ضد إيران وبسلوك إيران وبالعقوبات التي تفرض على إيران؟ منفذ آخر لإيران بشكل أو بآخر، أستاذ حسين؟ هناك مشكلة أصلا في هذه العلاقة العابرة الأطلسي بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية. وطبعا إيران هي المشكلة الأكبر، ولكن هناك مشاكل أخرى، مثلا تسعى كل من ألمانيا وفرنسا إلى تمديد أنبوب نورد ستريم 2 للغاز الروسي إلى أوروبا، وهذا أنبوب كما نعرف قام الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات عليه، فهذا موضوع فيه تباين. هناك موضوع تباين آخر، وطبعا التباين الأوروبي مع الولايات المتحدة تجاه إيران في أساسه هو تباين نعم، على موضوع عقود. يعني أوروبا تحاول يعني فتح منافذ تجارية مع الإيرانيين، وهذا موضوع ترفضه الولايات المتحدة تماما وتفرض عقوبات. وهناك اتفاقيات تبادل سجناء بين نعم الحلفاء وبين الولايات المتحدة وفرنسا، وهي اتفاقية لم تحترمها فرنسا، وهذا ما أزعج واشنطن كثيرا. شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. كنت معنا من واشنطن الكاتب الصحفي حسين عبد الحسين، شكرا جزيلا لك. شكرا. الأخبار من الحدث.